اوكي رجعنا مره ثانيه. طيب احنا طلعنا فيديو بعرفش اذا تشير ولا لا بس لانه جدي شوي عكس المواضيع علينا. طيب شو كنا نحكي؟ كنا نحكي على بوست اليوم بدنا نحكي على ايش هذا؟ لحظه ويت شغال في حدا شايفني؟ بس اكدولي اذا الموضوع شغال لانه طلع لي قبل شوي انه الموبايل يعني الاب موقف. طيب انا راح اكمل حكي لنشوف اذا بيطلع شيء معنا. طيب اوكي طيب اذا الصوت واضح اكدولي، بس اذا الفيديو اوكي اكدولي بس عشان اعرف، لانه قبل شوي طلع على انه الاب بده يسكر. ف طيب احنا بلشنا الفيديو الاولاني اللي انقطع بتليفون، وهلا عم بنبلش فيديو ثاني لانه قطع الاتصال. طيب اليوم قلنا بدنا نحكي بمواضيع مختلفه. العنوان زي ما انتم شايفين الحوادث المفتعله، وهي صارت قصه وانا صارت معي شخصيا. انا اللي راح اقول لكم شو صار معي امبارح، يعني سمت البدن اللي كانت امبارح عندي مخيفه لدرجه ما قدرتش اطلع احكي مكان سمت البدن. بس قبل ما نحكي بهذا الموضوع، في لما بده يكون عندنا سوء تفاهم عندنا على الصفحه على اوت اند اباوت، على مجموعه اوت اند اباوت على الفيسبوك، يصير في سوء تفاهم. لقينا هذيك اليوم قبل كم من يوم صار في هذا النوع من سوء التفاهم. فقاموا شو قاموا عملوا الناس؟ بدل ما يصححوا سوء التفاهم على المجموعه وعلى المنشور، راحوا على جروب ثاني وقعدوا يحكوا قد ايه اعضاء اوت اند اباوت مش فهمانين. يعني وتم استخدام تعبيرات كثير كثير بايخه على هذا الموضوع. وللاسف لقيناهم انه اشخاص صار لهم فتره كثير كثير طويله مع المجموعه كمان. هلا ما بيعلقوا بس صار لهم فتره طويله، صار لهم 7 سنين مع المجموعه بس بدون تعليق. فوين علقوا؟ علقوا بمحل ثاني. هلا هذا له شقين الموضوع. الشق الاول قبل فتره حكينا قد ايه في ناس مش مرتاحه انه تحكي براحتها على المجموعه بسبب وجود اشخاص عندنا باوت اند اباوت واقفين على الدقره وواقفين على عشان يتصيدوا مشاكل، واحنا بنعرف انه هذا الشيء موجود هون. بس الشغله الثانيه انه كلنا مع بعض بدنا نوقف نساعد بعض ونتعاون، وتبعتوا لنا اي حدا بيعمل اي شيء غلط بمجموعه اوت اند اباوت تبعتوا لنا عشان هاي السمعه ما تطلع على المجموعه، لانه كلياتنا اعضاء بهاي المجموعه وكلياتنا ننتمي لهي المجموعه وبهمنا انه ما تكون سمعتها بهاي الطريقه بمحلات ثانيه. طيب هذا خلصنا من الموضوع، ما بدنا نحكي عنه كثير. امبارح طالع بالسياره نازل من نزوله لعلي بوستن، فجاه بلاقي حدا بيزمر وراي. بتطلع على المرايه بلاقي تاكسي. فتاكسي بيزمر وبيدمدم. انا قلت بركي مش لاقي لي، يعني ما فضلتني ماشي لانه انا قدامه. فضلتني ماشي ولا لقيته بحاول يتلسع بيزمر وبتجاوز عني. فتحت الشباك بقول لي صف صف على جنب. انا شو صف صف على جنب؟ ضلتني ماشي. فضلوا يدائر وضلوا فانا انه شو مانو هال ايش في شو قصته؟ معقول انا يعني لازز عليه انا مش منتبه؟ بس انا كنت يعني انا قدامه على الشغل، فكيف بدي اكون؟ اي حال رد لا ضلوا يلاحق لحد ما وصل لعندي، وانا بدي انزل تحت النفق ما قدرتش انزل تحت النفق، عشان اذا بدي انزل تحت النفق معناته هيك صرت بيضربوا لهالدرجه عم بلز، ولهالدرجه كان الموضوع مقلق. ستة. طيب المهم وصلني قبل الكزيه اللي قبل دوار الواحد. بقول لي انت عامل معي حادث، عامل حالك مش عارف، صف صف على جنب، صف على الدوار. اروح فأنا ضليتني ماشي، هو اللي صف على الدوار وأنا ضليتني ماشي. وخصوصا إنه كان عندي يعني كان عندي خصوصا إنه كان عندي إشي مستعجل، يعني في شغلة مستعجلة وموعد مستعجل لازم أكون فيه.
لحظة خليكم معي. طيب انا لساني موجود على فكرة، يعني مش فاتح اللي عم بنضم لنا قاعد جديد. مش فاتح اللايف بتاعكم. طيب المهم وصلت، بديش اطول اخبركم، المهم وصلت على كازية، خلصنا من الموضوع وهو فتح الشباك وانا بدي اشكي وانا مش عارف ايش، واحنا عملنا حادث وانا مش سيارة، يعني هو ما حسيتش بدقرة حتى. المهم خلصنا من الموضوع، رحت على كازية اعبي بنزين، نزلت من السيارة اشيك، السيارة مش مدقورة، يعني مش مع يعني مش مشحوطة. خلصت موعدي ورحت وحملت حالي، لانه الموضوع صار بمنطقه تلاع العلي، سحبت حالي على مخفر تلاع العلي. طبعا اول شيء قبل كل هذا الحكي حكيت مع ابن عمي محامي، وانا بهاي الامور بحب ما اتصرفش من عقلي، يعني الشيء اللي ما بفهمش فيه بفهمش فيه، ففي حدا بفهم بهاي الامور بحكي معه، هذا هاي الطريقه اللي بحبها. فحكيت مع ابن عمي قلت له 1 2 3 صار شو اسوي، قلت له فكر اروح على المخفر، قال لي اوكي ممتاز، قال لي روح على المخفر وثبت الموضوع. فعلا رحت على المخفر، طبعا انا لا تبع انا بفهم شو هاي الامور نهائي، يعني طلطميس في هاي الامور ميح، يعني على الاخر ولا شيء، انا بتدخلش مخاف، بتدخلش يعني بتاخذش على هيك محلات، يعني لاني ما بعرفش بصراحه، ما بعرف اتصرف بهاي المحلات. على العموم فتحت على المخفر قلت لهم 1 2 3 صاير. طبعا هلا هم بالمراكز الامنيه الله يعينهم، يعني الاشياء اللي بتمر عليهم هذا، يعني هيك قصه ما بعرف كيف ممكن العائله يستقبلها وهم بيسمعوا قصص بلاوي باليوم الواحد بمر عليهم. طبعا ايش خلصت هذه وهذه وهذه لحظه. قالوا لي اعطونا اعطينا رقم تليفونك، وسألوني إذا السيارة باسمه، قلت لهم اه. قال خلص إذا شك إذا إذا إجا شكا نحكي معه. قلت لهم أنا هاي المشكلة اللي عندي، هلأ يقوم هو يعمل أي مشكلة بسيارته ويقول هذا الزلمة هو اللي خبطني، وهو أنا السيارة ما فيش لا حادث ولا في إشي، تصير الموضوع تبلاية بتبلاية. على العموم بحكي مع أصحاب لي في الموضوع هذا، وإذ بقولوا لي هذا الموضوع منتشر. هلا كنا نسمع عن القصص انه اللي يقول مثلا السياره مبنشره، انه ينزل من السياره تنسرق السياره منه، كنا نسمع هاي الشغلات، بس بصراحه انه حادث، وسمعت كمان انه في ناس صاروا يفتعلوا الحوادث. لوين عم نمشي قاعدين؟ طب هل في اجراءات عم تتاخذ بهاي، يعني هذا موضوع بيخوف جدا، يعني صرنا بمواضيع التبلاي، غير قصه هاي اللي قبل فتره انلقطوا اكم من واحد بزتوا حالهم قدام السياره. ما بعرف هل عم بيصير معاكم انتم هيك شغلات، هل انا عم حكيت لكم القصه اللي صارت معي امبارح، و يعني ضليتني من امبارح اشيك اذا فعلا، يعني انا كمان في ضل عندي هاي، هل معقول انا عامل اشي وانا مش منتبه؟ بدناش نظلم ناس يعني كمان بنفس الوقت، لا بدنا احنا ينضحك علينا ويتاكل حقنا، وبنفس الوقت ما بدنا انه احنا نظلم حدا. فما بعرف هل صار معاكم اشياء زي هيك مثل هاي الشغلة، ولا بس ولا هاي القصة غريبة ولا وما صار اشي زي هيك من قبل؟ طيب هلا نضب هدول، حطينا هاي. طيب عبال ما اعمل بالسلطه عشان تفكروا بالموضوع وتقولوا لي اذا طلع معكم شيء زي هيك. هذا الموضوع بودينا، شايفه يا ساره؟ شايفه؟ يعني امبارح الرعب اللي ارتعبته مبدئيا، الرعب من عمليه السواقه اللي مطاحشه هاي، اللي ما لها، اللي انا مش شايف لها اي داعي، يعني مرات الواحد بيطاحش هو فاهم ليه بيطاحش، بس امبارح فجاه هيك واحد يطلع لي ويبلش يطاحش بدون اي سبب، ويبلش يقول لي احنا عاملين حادث، يعني كيف يعني احنا عاملين حادث؟ مش المفروض اذا عملنا حادث اعرف انه احنا عملنا حادث؟
لا هو اللي مجنني انه يعني ما مش عارف مش عارف. طيب هذا الموضوع بودينا على اللي صار اللي الاشياء اللي بتصير اللي صار لها فتره بتصير اللي هو اللي بيرموا حالهم قدام السيارات كمان. وبقول لك انت دعستني. هلا القوانين اللي عندنا اللي هي عم تحمي المشاة اكثر من السائق عم بتخلي هاي المواضيع تطلع اكثر واكثر. هذا برايي الشخصي يعني. واللي سمعته لليوم واللي سمعته انه عملية قصة العلاقة ما بين الماشي والسائق ما كنتش ممكن اصدق لولا اني بسمع منك شخصيا. نعم نعم يا دينا نعم. هلا لما قلت القصة في ناس ما ما مارق عليهم هذا الشيء انه بس هم ايش لا ال 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 هلا اللي صارت معي القصة مع تاكسي والقصة اللي سمعتها برضو مع تاكسي، فهل هذا ترند عم بيصير برضو ما بعرف يعني. انه هديك لا انه اجا دقر التاكسي دقر بالسيارة وقال انتوا عملتوا معي حادث وقفوا ناخذ كروكا انه انتوا خبطتوني. فهلا هذا ايش الواحد يبطل يطلع من البيت يعني مش فاهم مش عارف بده يلاقيها من السيارات بدها تفتح الحوادث بده يلاقيها من الناس اللي بيرموا حالهم قدام السيارات يعني من وين نلاقيها؟ معناته في تشريع في شيء في شيء قانون بده يطلع. مستحيل تكون علاقه بين الماشي والسايق تضلها زي ما هي طول هالسنين هاي وكل هالمشاكل اللي عم بتصير والعطوات والجهات اللي عم بتصير والمشاكل اللي عم بتصير وفي اخطاء يعني بنشوف الاخطاء اللي بالشارع وال الجسر المشاة فوقيه وهو بركض تحتيه والمفروض اذا صار معه شيء السايق هو اللي يتحمله في شيء ما فيهوش منطق الموضوع. لا غير اللي بيكون ماشي بالشارع بكزدر على شارع رئيسي انه هو اصحابه هو كول هو بيركضش لانه هو كول اكول من انه هو يركض بالشارع بس بالخبط بصير يعيط ويصير يقول لي بدي بدي وبدي. لسه بالزمانات صارت معنا قصة زي هيك. اهلا نرجس. بالزمانات صارت معنا قصة زي هيك. بتعرفوا شو طلب؟ ليش بده؟ من الطلبات طبعا. هلا احنا كنا محظوظين من الاشياء اللي بنسمعها الناس كيف عم تستغل بعض قاعدة. طلب منا نظارات شمسية. مدعوس وبده نظارات شمسية. بده نظارات شمسية. هو متألم جدا وبده نظارات شمسية عشان يروح الألم منه. طيب الحقيقة اليوم هدول المواضيع الظاهر ما فيش قصص زي هيك صايرة وما بدي أحكي أكثر من هيك يعني بديش أقعد لت وأعجن بالمواضيع. أنا بحب إذا في نقاش نقعد نتناقش مع بعض وبدي أكمل لازم أكمل عمل الأكل. أظن لقدام لازم نشتغل بشكل أظن في حدا لازم نشتغل بشكل جدي على موضوع قوانين السير. هلأ هاي خطوة لازم تتاخد. بعرف هلأ البلد مش يعني في إشي اسمه أولويات وطبعا هلأ صعب طرح أي موضوع من هاي المواضيع على أي حدا لأنه ما حدش رح يسمع هلأ هاي المواضيع لا وأكيد ومبرر لأنه هلأ في أولويات ما بده ينشغل عليها. بس إذا الشارع تبعنا بده يقلب بهذا الأسلوب معناته في خطر. بدنا كليتنا مع بعض إحنا والجهات الأمنية يكون إيد واحدة. بس مرات أنا اللي مبارح خفته لأنه بحسب الرد اللي إجاني إنه إذا شكى بده يشكي وممكن أتلبس الفلم يعني. ف هلا هاي الشغلات فاذا شكى بده يشكي وبعدين بنشوف قصه الحادث هاي اذا صارت ولا لا موضوع ثاني لقدام بصير. يعني في شغلات هديك اليوم اذا بدنا نيجي نحكي على قصه المنطقه هديك اليوم بالنسبه للوافدين
هلا انا بفهم انه في وافدين كتير وفي وافدين كتير بدون تصاريح ومخالفين، بس في وافدين مش مخالفين. فهذيك هم الظاهر مرأة دورية، حدا من الموجودين من الوافدين معاه تصريحه، بس تصريحه بالغرفة تبعته تحمل راح. يعني هلا هاي شغلة، لأنه كان ممكن يجيب التصريح وتخلص القصة، يعني لأنه هاي تكلفة بالآخر، تكلفة ضريبة. لما أنا بأخده وبوديه على السجن بداله، بدل ما يكون هو بالسيارة موجود، ممكن يكون حدا تاني فعلا مخالف موجود بالسيارة. مساء الخير، أنا سمعت عن تاكسي بيعملوها وهي شغلة مش جديدة على فكرة، ما صارت معي والله. أوكي. طب يعني طيب، معناته كلياتنا لازم ننتبه على هذا الموضوع. شكرا حمزة. كلنا بدنا ننتبه من هذا الموضوع. الظاهر في ظاهرة عم تطلع قاعدة، وإذا زي ما بيقول حمزة من زمان هاي القصة للأسف. فعلى قصة الوافدين، فمعه التصريح، أخذوا حتى لو معك تصريح، المفروض يكون معك بجيبتك، ليش معك بغرفتك؟ هلا اتودى، ما مش رح تطلع الا لما تجيب الاوراق 1 2 3 4. هلا عم بلفوا وبدوروا، عشان هلا اللي مسؤولين عنه بدهم يفضوا حالهم كليا عشان يلفلفوا على الدوائر الحكوميه يجيبوا الاوراق اللازمه. روح على مكتب العمل، وروح على دائره الاقامه والحدود، وروح على كذا. فهلا هاي العمله تبعت، لانه كان ممكن هون بدقيقتين يفوت يجيب التصريح وخلص، ما معه تصريح. إذا معه تصريحه يعني هو قانوني، هذا اللي أنا بفهمه، هذا المنطق. امبارح صار معي موقف بخزي، صفينا سيارتنا بدابوق ونزلنا نتنزه، ولا في واحد صفت سيارتها قدام سيارتنا بس بعيد، وبس بعدنا عن السيارة ضلت راجعة على سيارة. أوف! طب إيش الـ إيش الـ إيش المطلوب كان؟ يعني إيش اللي بدها إياه؟ أوكي، خبطت السيارة وبعدين؟ خبطتها ريفيرس على اساس انه يعني الحق عليكم. فهلا بالنسبه نرجع هلا بس تجاوبنا ساره بنشوف. الدقيقتين هدول كان ممكن يجيب فيهم التصريح، واحنا مش المفروض انه بس بس بدنا نعمل مشكلة، احنا بدنا نشوف المخالف. هذا اللي انا بفهمه منطقيا. مرحبا، هذا مش جديد، انا قبل 3 سنين واحدة رمت حالها على السيارة وانا صافة، واخدت كل اللي معي حتى تسكت لانها صارت تصرخ. يا بني. طب الهام ما صار، ما شكيتي، ما كذا بعديها؟ يعني اللي على اساس وتعطي اوصاف، تعطي اشي، ما حكيتي للجهات الامنيه اشي عن الموضوع اللي صار؟ هلا المهم بالنسبه للوافدين، المعلومه اللي اجتني الغريبه كثير، انه اجى وقت الفطور. هذا بيحكوا لي اياه بعدين اللي حواليه، يعني اللي حواليه، مش بالمركز الامني، اللي حواليه اللي عم بيساعدوه واصحابه بالمنطقه يعني. وهيك فهمت انه هيك عم بيصير، يعني حتى مش برمضان او غير رمضان. لا طبعا، لاني ما بعرفها. طب الهام اعطيتي اوصاف، اعطيتي اشياء، يعني رحتي على جهه امنيه وقلتي 1 2 3 صار معي وهاي هي الاوصاف تبعتها. بالنسبة للوافد، هلأ رمضان أو غير رمضان، اكتشفت إنه الوجبات لما يجي وقتها بالمراكز الأمنية الوافد لازم يدفع حق وجبته، يعني هو بده يطلع حق. وإذا ما معه فلوس، يعني هلأ هو انجر من الشارع، اتاخذ من الشارع وعلى المركز الأمني، فممكن كتير إنه ما يكون حامل فلوس. اللي بنعرفه بيصير إنه لما اللي هلأ بالفطور، إذا هو ما معه فلوس ما في فطور، ما في اكل، اذا معهوش يدفع حق وجبته. ما بعرف قد ايه هذا، هل هذا صحيح الحكي ولا لا؟ انا كثير استغربت، وبيقولوا لي هاي نص عادي، لانه مثلا فلان راح ما كناش نعرف، بس طلع انه بعدين قاعد 3 ايام بدون اكل لولا اللي حواليه، يعني لقمه من هون ولقمه من هون.
حمزة بيكون عنده ضرب قديم بالسيارة وبده يدور على طريقة يصلحها بدون ما يدفع، فأفضل شيء يبتلي على حدا ويخترع قصة حادث من شان يلبس الطرف الآخر أو تأمين كلفة التصليح. سيارتها خربانة من وراء فإذا تخت... أوف أوف أوف، هذا نفس القصة، وكان حادث مصطنع مش معقول ترجع ريفيرس من مسافة أمتار على سيارة تانية وبكل حذر، ولا وهي كانت تستنى لما نزلنا من السيارة ظلت صافة بتستنى. لا ما رحت الصراحة، بس صرت أنبه منيح لما بدي أصف. طيب معناته في إشي مش بالإيد، يعني هاي شغلات الظاهر عم بتكون، وبدنا نلبس الفيلم، في أفلام بدنا نلبسها. ما أعرف إذا 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 بالآخر بين، يعني هل بينت القصة ولا ورطنا معاها وصار بدنا ندفع، ولا فعلا وقعت وما زبط الفيلم معاها. فأنا بستغرب يعني ببلد زي بلدنا وناس زي ناسنا، هل معقول، وهو فعلا علامة سؤال، هل معقول احنا في نترك ناس بدون فطور؟ هل نترك ناس بدون اكل؟ لانه لما سحبناه يعني من المتوقع انه ما يكون معه فلوس، لما بنسحبه كمان بنوديه بنسحب الموبايل منه، فهو لا معه فلوس ولا بيقدر يحكي لناس يجيبوا فلوس، فلو معه موبايل رح ينسحب الموبايل منه، ما بنعطى الموبايل الا لما بنقوله من مركز امني لمركز امني. في امور احنا كبني ادمين يعني بدنا نكون، ما بعرف، وفعلا علامه سؤال يعني بالنسبه لي فعلا، يعني هو استفسار، بعرف اذا حدا بيعرف الجواب على هذا الحكي، لانه الجواب اللي اجاني الوافد جوا المراكز الامنيه ما له وجبات. هلا بعرفش بالسجن شو بصير وضعه، يمكن بالسجن شيء ثاني، بس جوا المراكز الامنيه ما له، البس الاردني هو اللي له، هيك فهمت. هلا ممكن اكون مفهم غلط. هذول المواضيع اللي حاب احكي فيهم بصراحه اليوم، انا موضوع اللي عم بيصير بالشارع من تبليات غريبه، من حوادث مفتعله، ان كانت من سياره تضرب سياره او من ناس يرموا حالهم على السياره، وبصراحه هذا لازم يكون في تحرك على مستوى القانوني ويتغير القانون برأيي أنا. بس أكيد هلأ البلد مش فاضية تسمع لهاي القصص. هلأ الشغلة الثانية قصة الوافدين وطريقة السيطرة على إنه كل الموجودين تحت القانون أو معاهم التصريح القانونية لوجودهم بالبلد، بس الطريقة اللي عم نتعامل معاهم فيها إن كانوا ماشيين على القانون، يعني انا بالنسبه لي ماشي على القانون المفروض احترمه، زي بما انه محترم القانون تبعت البلد، محترم قانون بلدي احترمه، لانه بالاخر هي سمعه بلد. يعني اذا عم بنعامل الناس اللي بالبلد، يعني بالاخر هو ضيف، صح، جاي يشتغل أو يعني هاي مقابل هام. بتمنى نكون إنسانيين بتعاملنا مع الجميع، وما يكون تعاملنا هو مبني على إنه طبقة معينة، عشان يكون التعامل تبعنا كمواطنين كأفراد عم بحكي أنا. وكل اللي عم بحكيه هو استفسارات فعلا، يعني هل فعلا الوافد ما بكون له بالمراكز الأمنية وجبة؟ هل هو لو معه، حتى لو معه تصريحه، لانه بالاخر مش بس هو اللي عم بلف، الكفيل تبعه برضه هو كمان عم بلف، صار يعني انا مش قصه الوافد بس اتبهدل بالمراكز الامنيه، الكفيل الاردني بترك شغله وترك اموره عشان يلاحق القصه، وهي كان كل الموضوع ممكن يكون هي تصريح بالغرفه هي سهل، ما بعرف يعني.
طيب شكرا كثير لكم وكليتنا ندير بالنا بالشوارع معناته على هدول اللي ما بدنا تكون عينينا على كل المر طول الوقت قدر الامكان اللي نتلافى هدول الناس اللي بيحاولوا يبتزوا ويبلوا غيرهم ببلويهم وان شاء الله للسلامة والخير للجميع نراكم قريبا هدول هم المواضيع اليوم اللي حبيت ادردش فيهم معكم وكل يوم عم بشوف ايش موضوع ايش الشغلات اللي عم بتصير معي انا شخصيا وبحاول انا واذا في عندكم مواضيع رجاء ابعتوا لي اذا حابين ممكن تبعتوا لي على الانبوكس او ممكن تحطوا منشور على المجموعه مثلا ممكن تحطوا منشور اقتراحات لبرنامج دردشات ايش المواضيع اللي حابين عشان انا اكتبها عندي فاذا في عن جد لازم نعمل توعيه بهيك مواضيع شكرا شكرا ساره فاذا في حدا عنده اقتراحات على اي مواضيع حابين انه نناقشها ونحكي مع بعض فيها بس ابعتوا منشور او ابعت انا بفضل تبعتوا منشور ليه عشان الكل برضه يعني يتحمس على المنشور وبركي صار في اقتراحات اكثر بيعبي عندي جدول يعني بيصير في عندي اقتراحات كثير ومواضيع بسهل علي عمليه انه نطلع ايش المواضيع الجديده اللي بدنا نحكي فيها هاي المره خليك افتح ما الكل هلا لسه صارت الساعه 6:15 وما بدي ازهق الكل يعني بديش ازهق الكل بوجودي فمحمد شكرا كثير لك وبركي بكره كان في وقت بكره ايش احنا بكره الثلاثاء لا المفروض انه في ان شاء الله اذا ما اجى اي مانع بشوفكم بكره ان شاء الله بلايف ثاني الكليتنا ندير بالنا على حالنا بالطرق ونتعامل مع بعض بإنسانية وافد أو غير وافد مراكز أمنية ممكن أنا أكون غلطان وعلي شيء غلط بس ممكن كمان أعامل باحترام يعني أنا رح أعاقب إذا عامل إشي غلط وطلع علي إشي غلط وأعامل برضو باحترام وأدب يعني كبني آدم بستاهل لانه الغلط رح اخذ عقابي عليه حسب القضاء والقانون بس ما بلغي انه انا اذا فتت اي مكان زي هيك حتى لو انا غلطان انه يكون بغض النظر مين انا انه اعامل بمعاملة انسانية فيها احترام فيها رقي فيها كذا طبعا انا بحكي عن جهل يعني خليني اقول لكم هذا الموضوع انا بحكي عن جهل وبتمنى فعلا هذا الحكي يكون بس انا ما بعرف ايش وهو فعلا بكون على ارض الواقع انا بس من السماء وهون هاي هي الاستفسارات اللي بحب اشارككم فيها الاستفسارات هاي فهل هذا بكون على ارض الواقع او ما بكون على ارض الواقع انا شخصيا ما عندي فكره بصراحه يعني هذيك اليوم لما رحت على يعني امبارح لما رحت عشان اثبت الحاله مش مكان يعني كل اللي قضيتهم 5 دقائق بقدرش من خلالها اعطي حكم انه هيك بيصير او هيك ما بيصير انا بتشارك معاكم بالاشياء اللي بتصير معي طبعا لما بشوف اشي بعيني ومارق بالتجربة بقدر بالتالي اعطي عليها حكم بس اشي ما بعرف عنه بس بسمع عنه بحكي لكم شو سمعت اوكي وبالتالي رأينا باللي سمعناه هذا اوكي طيب شكرا كثير لكم صيام مقبول وفطور هني وشهي يا رب ونراكم قريبا اما بلايف او بالفعاليات اللي جاي شكرا يلا الى اللقاء